وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس. نعم، تكلم المصنف عن البقعة، تكلم المصنف عن الثوب وثيابك فطهر، وتكلم المصنف كذلك عن المصلي وتطهير جسده. هنا بدأ يتكلم المصنف عن البقعة التي يصلى فيها. يقول الشيخ: وتصح الصلاة في كل مسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض مسجدا، أي موضعا للسجود، يجوز لي أن أسجد فيه، إلا مواضع معينة ورد بها النص. أولها قال: في محل نجس، فإن المحل النجس لا تصح الصلاة فيه وتكون الصلاة باطلة، إلا لعذر كأن لا يجد غيره كالمحبوس ونحوه، إذ الأمر إذا ضاق اتسع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعل فيه أذى خلعه. والفرق بين المكان المتنجس وبين الثوب المتنجس أن الثوب المتنجس لا تصح الصلاة به وإن لم تباشر النجاسة أعضاء المصلي، وأما المكان المتنجس فإنه إذا كانت النجاسة في غير موضع الصلاة فإنها تصح، كأن يغطيها بقطعة قماش أو تراب فيصلي فوقه تصح، أو تكون في غير موضعه مثل أن تكون في قبلته أو عن يمينه وعن شماله. وما هو موضع المصلي؟ قالوا: من عقبه حال القيام إلى جبهته حال السجود، ومن كفه إلى كفه عند السجود، وما بينهما ولو لم يباشر جسده كما يكون تحت البطن والصدر. فكل هذا هو البقعة التي يجب تطهيرها، ما زاد عنه لا يلزم تطهيره. أو مغصوب. نعم، أو مغصوب. المعتمد عند فقهائنا أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح، لأن النهي يقتضي الفساد، والنهي هنا متعلق بشرط، والشرط هو الإذن في المحل. أو في مقبرة. نعم، النهي عن الصلاة في المقبرة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في شيء وإليه إلا للمقبرة، فدلنا على أن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة لعلة سد ذريعة الشرك، ولذلك حرم الصلاة في المقبرة وإلى المقبرة. والصلاة في المقبرة يشمل أمرين: الأمر الأول القبر الواحد أن يصلي عليه، والأمر الثاني المكان المحاط المخصص للقبر ولو كانت القبور بعيدة فيه، فإنه لا يصح صلاة الفريضة فيه، إذ هذا الوزن مفعله يصدق على الأمر، على المحل المحدد والمحل المحاط مثل المسجد والمقبرة ونحوها. أو حمام. نعم، الحمام المكان الذي يستحم به، والعلة فيه على المشهور لأجل النجاسة، لأنه مظنة النجاسة، إذ عند الاستحمام قد يخرج من المرء نجاسات إما من بوله أو من النجاسات التي على بدنه. وقيل إن العلة إنما هي، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، أن العلة إنما هو وجود الشياطين. أو أعطان إبل. أو أعطان الإبل، لما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، فدل ذلك على النهي عنه هو لأجل اجتماع الشياطين، وقيل لأجل التعبد. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم، يقول الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد، أي موضع للسجود يصح الصلاة فيه، إلا المقبرة فلا تصح الصلاة فيه، والحمام فإنه لا يصح الصلاة فيهما والصلاة باطلة.